هدول الملفوفين بدانتيلا مو هيك محمد؟ لا مو هيك، بس أنا طلبتهم يكونوا بدانتيلا. هاي الدانتيلا أخي، هدول مطرزين مو بدانتيلا. جبت لك من اللي بجيبهم كل مرة. بس أنا ما طلبت من يلي بتجيبهم كل مرة، قلت لك لازم يكونوا بدانتيلا. خليل هدي شوي. لك أخي شو الفرق بدانتيلا ولا مطرز؟ حتى لو ورجيته لأمي ما فيها تفرق. أخي أمك ما دخلها، أمك ما بتفرق، بس أنا بفرق، عم تفهم؟ خليل شو عم يصير يا أخي؟ خذ بضاعتك وروح من هون. صار لك شو هادي؟ ها شو العالم هاي برا؟ يلا ما بدي اشوف وشك مره ثانيه. يلا خليل خلص راح الزلمه. خليل شو صاير؟ طول بالك خليل، ما في شيء ما في شيء ما في شيء، خلص ما في شيء. هدي اعصابك انت، ماشي اهدى انت. فريحه على الخط. الو خليل اسمعني، انا لازم احكي معك بموضوع. منحكي؟ أنا أساساً هلأ طالع بعد نص ساعة، رح كون بالجامعة. أنا مالي بالجامعة. مانك بالجامعة؟ أنا بعد شوي رايحة على الكافيتيريا، ممكن نلتقى هنيك؟ الكافيتيريا يلي رحنا لها قبل هالمرة؟ ماشي أنا جاي. محمد دير بالك أنا طالع. شو صاير مع أخي خليل؟ شو بيعرفني فجأة جن؟ حرام والله ما بيستاهل هالمسكين. هو المسكين بياع الجملة، الزلمة استغرب شو صار له؟ أنا رح أقول لك شغلة مهمة كتير، أخي خليل عايش بعذاب الحب، مثل ما عم قلك، طبعاً الرجال ملاحظ من جوا لجوا، إنه أختك التوم ما لها أي رغبة فيه، يعني ما بعرف من وين بيتولد هالشي، ما في غير هالرجال المسكين بيحصر وبيحصر، وينتفخ قلبه ومرارته. يا سهر كرمال الله حاجة. ايه ماشي انا شو دخلني، احسن ما نطلع بعدين بسواد الوش. لا يا روحي ليش لا نطلع بسواد الوش؟ ايه يلا بلا ما نطلع. المهم شوفك وقت تاني.